السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم ملاعب بلدنا. طبعا في هذه الحلقة معي ضيفين كريمين، الأستاذ محمد مجدي الضيف الدائم وأخبار وكواليس نادي الزمالك. أهلا وسهلا أستاذ محمد، نور مجدي محمد، أهلا بكل السادة المشاهدين. واللاعب على الصورة، اللاعب الجيد، اللاعب توني جورج الشهير بكالونا. كوانا. إيه؟ كوانا. كوانا الشهير بكوانا. أهلا وسهلا كوانا، شرفنا حبيبي. ما زال تقدم النادي الأهلي بهدفين على نادي بني سويف في بطولة كأس مصر، وغدا إن شاء الله بإذن الله مباراة نادي الزمالك مع نادي الشرقية. كابتن محمد، في بداية هذه الفقرة، ما أخبار نادي الزمالك؟ طبعا احنا حضرتك وكل السادة المشاهدين عايزين نعرفوا طبعا الاخبار بعد في اليومين اللي فاتوا بعد احداث مباراة مازيمبي. طبعا كان هناك اجتماع ومشاكل واحداث كتير داخل النادي، حصل بعض كان في الفريق لعب لقاء تمرين اول امس وكان ماشي بصورة طيبة، تمت اقالة مستر ميتشو بناء على سوء النتائج اللي حصلت في الفترة الاخيرة سواء في الدوري او في دوري الابطال، وتم طبعا النهارده قدوم وصول مستر كارتيرون الفرنسي لتولي المهمه. لسه وصل حالا وذهب حتى للنادي للاطلاع على بعض التقارير الخاصه بالفريق والكلام ده تمام. وتم خلاص مستر كارتيرون مده عقده مع نادي الزمالك موسم تمام، قيمته 100,000 دولار في الشهر، بإذن لم يستقدم معاه مساعدين أجانب، سيرافقوا في الجهاز كابتن سامي الشيشيني أحد أبناء الزمالك كمدرب عام والكابتن أمير عبد العزيز تمام، وهناك كمدرب أحمال، وهناك أقاويل بأن يتم استخدام مدرب لحراس المرمى أجنبي تمام. دي بالنسبة ولكن لغاية دلوقتي مفيش الكلام ده. لا حاضر، حصل جلسة طبعا بين لاعبي نادي الزمالك جميعا كده، اجتماع طارئ بينهم بين المستشار مرتضى منصور لمعرفة أزمة المستحقات متى ستم، وطبعا الاجتماع بدأ بقراءة الفاتحة وتم وعدهم بصرف جزء من مستحقات ظهر اليوم والفعل تم. طب ما هي حقيقة الأقاويل الكثيرة في حول مستحقات اللاعبين؟ هو بص حضرتك كان في ازمه مع الشركه الراعيه تمام، وهو نادي الزمالك ما بيدفعش من جيبه، فريق الكوره ده اللي بيصرف عليه الشركه الراعيه تمام. الشركه الراعيه تاخرت على مين؟ على نادي الزمالك في السداد. فاذا نادي الزمالك تاخر على ايه؟ على لاعبين. فهي بس لازم اللعيبه ايه تسند هذا الامر، يعني يكون واخده بالها ان مش نادي الزمالك ما بيتاخرش على حد. في تريث شويه في الامر تمام. كوانا لاعب نادي العاب دمنهور مواليد 2000، مركزك ايه بقى كده كوانا؟ مركزك في الملعب؟ بلاي ميكر، بلعب تحت الفراوده. يعني مواليد انا اللي جالي ان انت لعيب جيد، لعيب كويس جدا، لعيب مميز، ولكن قول لي بدايتك، بدايه حياتك ايه بقى؟ انا لعبت في انديه كتير قوي في اسكندريه يعني تمام، انديه شعبيه وكده، وبدايه من درجه رابعه وثالثه تمام، وطبعا كباتن كتير دربوني، كباتن محترمه، كابتن عماد مكرم، كابتن راجي، كابتن محمد رمضان. بدايتك كبار عمر بدات فين؟ لان انت طبعا هيكون لك حلقه مطوله عشان طبعا انت يعني اتولدت والكره في ايديك، انا شفت الصور يعني. حبيبي يا كابتن. قول لي بقى بدات كبار عمر فين؟ بدات براعم، كنت الاول ابتديت مع دوري اكاديميات تمام، وبعد كده ابتديت بقى في انديه زي مثلا فريق نادي كرشه، نادي اليسر، انديه من الدرجه الرابعه تمام. يعني كانت البدايه بتاعتك. بدايه تمام. وبعد كده لعبت في نادي الزمالك، لعبت في براعم الزمالك، جيت الكابتن كوستا تمام برازيلي، وبعد كده مرنت معاه تمام، نزلت معاه شويه بس كوست احمال تمثيل احمال تمام. وبعد كده جيت دمنهور طبعا، يعني انا سامعين كلام كتير طبعا اللي انت صعدت للفريق الاول مع الكابتن هاني العقبي، وكان لك دور كويس ومؤثر في قطاعات الناشئين في فريق ال 2000 وفريق ال 99. كابتن هاني السوداني طبعا، كابتن كبير، وكابتن سيد الجبيشي، كابتن جيد، كابتن سيد برضه يعني الناس المحترمه، كابتن بسام مرسي، يعني كابتن كمال فريد دلوقتي هنرجع. طيب
استاذ محمد، سريعا اخبار ما زلنا طيب. في اخبار كانت اعلنت لجنه المسابقات وقعت غرامه على نادي الزمالك 50,000 جنيه على مستر ميتشو بالاخص لعدم حضوره المؤتمر الصحفي للقاء ام بالاخير. طب ده الغرامه دي يعني هتتخصم من عقده النادي؟ لا النادي اللي بيدفع. تمام. وفي نفس السياق وقف كل من محمود علاء ومحمد عواد لحصولهم على الانذار الثالث في هذه المباراه. تمام. يعني مش هيلعبوا مباراه بكره. تمام. كابتن عصام مرعي سيكون المسؤول عن لقاء الشرقيه ويعانوا كابتن سامي الشاشيني غدا. تمام. عندنا بقى في البدايه كده حابب اقول لحضرتك ايه عن مباريات الزمالك خلال شهر ديسمبر القادم. هم 7 لقاءات. تمام. اول لقاء سيكون غدا في كاس مصر في دور ال 32 مع الشرقيه للدخان. تمام. ولقاءين تانيين في دوري الابطال. ثاني لقاء سيكون السبت المقبل 7 ديسمبر في دوري الابطال الافريقي امام اول اغسطس. تمام. سيكون ب 10,000 مشجع حتى الان يعني. تمام. طب مباراه الشرقيه طبعا بكره ان شاء الله بجمهور. من غير جمهور لسه. لسه. طيب على هامش بقى مباراه الشرقيه قائمه الفريق. طيب في خط في حراسه المرمى محمد ابو جبل. تمام. ومحمد صبحي. ده التشكيل المتوقع غدا. لا 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 ده قائمتهم. تمام. طيب. تم استبعاد طبعا مصطفى محمد اصابه، محمود علاء ايقاف والونش اصابه، ومحمد عواد ايقاف. تمام. تمام. شهد في قائمه حراسه المرمى محمد ابو جبل ومحمد صبحي. تمام. الدفاع محمد عبد الغني ومحمد عبد السلام، هيبقى الاثنين اساسيين اللي ما فيش غيرهم بكره، عبد الله جمعه وحازم امام وعبد الشافي. تمام. 5 مدافعين فقط. تمام. في خط الوسط بقى حدث ولا حرك، طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، احمد سيد زيزو، يوسف محمود، وده ناشئ مواليد 99. كويس. تمام. اوباما، بامبو، شيكا، محمد عنتر، مصطفى فتحي، امام عاشور، واشرف بن شرقي، واسلام جابر، ومحمد ونجم، ومهاجم وحيد هو عمر السعيد. دي قائمه الفريق للمباراه المنتظر غدا. بالظبط غدا. كوان قول لي كده بالنسبه للمدربين اللي هم يعني دربوك، المدربين اصحاب الاسماء اللي انت طبعا حاطط لي قائمه 40 مدرب. افضل بقى المهاذين هؤلاء المدربين. كابتن سيد البشبيشه طبعا ليه فضل كبير. نعم دور كبير الكابتن سيد يعني الناس المحترمه. وطبعا نفسي اشكره الصراحه، والدي وقف معايا كتير الصراحه. اكيد طبعا ده شيء اساسي. قول لي كده بالنسبه لطموحاتك في الفتره المقبله. طبعا نفسي العب في نادي كبير اكيد، والعب منتخب مصر. طب انت لعيب يعني صعدت مواليد 2000 وصعدت للفريق الاول بنادي العاب دمنهور ونادي احد انديه الممتاز به، يعني اكيد طبعا انت لاعب جيد لان ما فيش تصعيد من فراغ الا اذا كان مستواك عالي. طبعا انت عايز بقى حاجه يعني طموحاتك كده فريق ممتاز منتخب مصر، بتحلم ولا حاجه واقعيه؟ لا طبعا حلم طبعا. اكيد ان شاء الله هتوصل له اكيد طبعا. استاذ محمد مجدي، ما زلنا في اخبار نادي الزمالك. طيب كان هناك ازمه استغلها اللاعب حمدي النكاز وهي ثغره عدم الحصول على مستحقاته الماليه. تمام. طبعا اللاعب دي يعني عايزين نسال السؤال هنا مثلا كيف ومتى واين امتى. تمام. انت حضرتك استبعدت مباراه مازيمبي، مشيت ما سافرتش مع الفريق ورجعت لنا واستلمت الباسبور الخاص بيك. طيب دي بس حابب اوضح ان هي القصه دي بقى لها 3 شهور. حمدي النكاز كان واخد النية ان هو يرحل عن الفريق. تمام. من 3 شهور. والله الجمهور هو اللي مش عايزه يعني، ما ده صراحه انا لو سالتني بصفه شخصيه انا بقول لك اتمنى، بس هناك برضو جلسه بين اللاعبي الزمالك القدامى والكلام ده بان هم يحاولوا يصلحوا ما بينه وبين مستشار مرتضى والنية. ولكن يعني طبعا ما فيش كلام. والله بص هو بقى مستشار مرتضى ده هترجع له هو، فاهمني؟ تمام. هو اللي يقول اه ولا لا، يعني لسه برضو ما فيش تاكيد للخبر. بس هو مش موجود في المباراه برضو، مش موجود غدا ولكن متواجد ولا موجود في النادي، ولكن متواجد في القاهره. متواجد في القاهره. تمام. ولكن برضك من لسه هو يعتبر فسخ العقد من طرف واحد يعني. تمام. طيب سريعا نتائج الممتاز به. المجموعه الاولى في الاسبوع السابع مباريات الصعيد. تليفونات بني سويف وسوهاج، فوز سوهاج على تليفونات بني سويف بهدفين نظيفين. فوز الفيوم على نادي المنيا بهدف نظيف. فوز الاعلاميين، تعادل الاعلاميين مع بترول اسيوط بهدف لكل منهما. البنك الاهلي وشبان قنا، تعادل سلبي بين الفريقين. فوز الالومنيوم على طهطا بهدفين نظيفين. المجموعه الثانيه، مجموعه القاهره، فوز نادي النصر على نادي الزرق بهدف نظيف. فوز جمهوريه شبين على نادي منتخب السويس بهدفين نظيفين. فوز سيراميكا كليوباترا على نادي الترسانه بهدفين مقابل هدف. الداخليه ما زالت طبعا العروض السيئه
تتعادل مع نادي كوكا كولا بهدفين لكل منهما. بتروجيت والقناة سيقام غدا بإذن الله، وكذلك مباراة المريخ ونادي النجوم. بالنسبة لمجموعة بحري طبعا غزل المحلة يفوز على نادي الرجاء المطروحي بهدفين نظيفين. فوز نادي ألعاب دمنهور خارج ملعبه على نادي الدكرنس بهدفين نظيفين أيضا. فوز بلدية المحلة على مالية كفر الزياد بثلاثة أهداف مقابل هدفين. بيلا والأولمبي إن شاء الله مباراتهما مع بعض يوم الجمعة القادمة. فرق والمنصورة يوم الجمعة أيضا، وبقيل للأسمدة والحمام ستقام المباراة يوم الاثنين القادم. ديت نتائج المجموعات الثلاث لدوري الممتاز به. كونا قول لي كده، عرفنا طموحاتك وعرفنا بقى المدربين المميزين، أفضل مباراة لعبتها في دوري الناشئين كانت مباراة في مباريات كتير، بس كان وحوش عيسى ده في دوري منطقة البحيرة، لأن العاب دمنهور محافظة البحيرة. تمام، دي كان أفضل مباراة. تمام، أصعب بقى مباراة مباراة عصيبة كده كفر الدوار، كان كفر الدوار. تمام، نادي غزل كفر الدوار. أستاذ محمد، ما زلنا في الأخبار. طيب خلينا أقول لحضرتك برضو الجمهور الزمالك إن الكاف أعلن طاقم تحكيم لقاء الزمالك وأول أغسطس السبت المقبل. طبعا سيكون حكم الساحة الرواندي لويس هايكيزيمانا، ويعاونه وديوني متويانا وسامويل ويكوندا. تمام، ده طاقم التحكيم لمباراة العودة بالظبط. تمام، على صعيد بقى فريق الهاندبول، طبعا كان اختتم الفريق لقائه امام النادي الاهلي من ثلاثة ايام بالفوز عليه. تمام، ليعتلي يختتم الدور الاول من دوري المحترفين ويعتلي القمة. تمام، دي على صعيد الهاندبول. على صعيد السلة انهى الدوري الزمالك دوري المرتبط بالمركز الرابع بعد خسارته امام الاهلي اول امس. تمام ايضا. تمام، عندنا بقى المشاكل الإدارية. المشاكل الإدارية، تمام. الزمالك مش هيخلص المشاكل دي ولا إيه؟ ما أنا لسه هقول لحضرتك. كيف يكون الزمالك دائم على الطريق الصحيح؟ يعني بمعنى أنا مش عاوز نادي الزمالك النهارده ماشي معايا نص موسم كويس وألاقي في النص التاني في حاجة غلط. تمام، لازم أحط أسس ومعايير أمشي عليها، بحيث إن أنا إيه، أنا كمؤسسة كبيرة أبني للأجيال اللي جاية تمشي على هذا إيه؟ على دي الاسس والمعايير. تمام تمام، عايز ايه اقول لحضرتك في البدايه كده، رقم واحد اداريا الوفاء والوعود وفقا لجدول المالي. يعني تمام، بمعنى انا دلوقتي عارف انا مثلا الاموال الوارده اللي داخله لي امتى ومواعيدها ازاي، وبناء عليه بدي مواعيد للعيبه والاجهزه الفنيه والالعاب الاخرى. تمام تمام، يعني مش عايز انا النهارده بس الاولويه طبعا بتكون الاولويه المطلقه للعبه كره القدم. كله يا فندم، كله فاتح بيوت وكله ده رزقه، فاهمني؟ مش أنا. بس انا لما اجي اوفي بوعدي لازم اكون اصلا بحارب عشان اجيب حق النادي عشان اوفي بالعقود بتاعتي. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه اللي هي اتمنى انها تتم، يعني تعيين لجنه كره على اعلى مستوى تتكون من ثلاثه اشخاص وباجر، وهم دول اللي يتحاسبوا قدام الراي العام الزملكاوي. تمام، واتمنى يكونوا من العصر الحديث، يعني زي مثلا زي الكابتن ايمن يونس، الكابتن حازم امام، الكابتن جمال حمزه. تمام، ثالث حاجه في الشق الاداري تعيين متحدث رسمي للنادي اداريا وفنيا، هو المسؤول عن اي خبر او اي احداث تحدث داخل النادي ويتعامل مع وسائل الاعلام. تمام، ما ينفعش اي حد تاني يتدخل يتكلم باسم نادي الزمالك سواء المتحدث فقط لا غير. يبقى متحدث رسمي للنادي بالظبط. تمام، في جميع الالعاب هو متحدث رسمي. المتحدث الرسمي ده طبعا لما بيبقى صحفي، لما بيبقى اعلامي، فبيبقى فاهم الدنيا دايره ازاي. تمام، وبياخد تعليماته كل حاجه من الاداره، يعني ما بيقولش حاجه من نفسه عشان هيحاسب عليها. تمام، بياخد الخبر او الحاجه اللي هي اعلن عنها من اداره رئيس مجلس الاداره مش مرتضى او حد في مجلس الاداره، وبيبدا يعلن عنها لوسائل الاعلام، ويبقى التعامل بينه وبين وسائل الاعلام. تمام. ورابع حاجه بس بعد اذنك، توزيع الملفات مثلما كما يحدث من قبل. يعني مثلا مجلس الاداره انا عندي اعمل اجتماع اوزع ملفات، ادي اسلم مثلا ادوار كل واحد بالظبط كده، ملف فريق الكره، ملف الالعاب الاخرى، ملف الانشاءات، ملف العاملين داخل النادي. تمام، انا كده وزعت الملفات، انا كرئيس نادي اقعد اجي احاسب الكل. تمام، وانا قاعد كده. دي المشاكل الاداريه.
طيب قبل ما نخش في المشاكل الفنيه، لان طبعا اداري يبقى فني. أوكي. مع كواننا كده طبعا احنا عرفنا ان انت شاركت في مسابقه كاس مصر، كان مع نادي ايه بقى؟ نجوم المتراس، كان قسم ثالث. كان قسم ثالث اللي هو نادي في اسكندريه، نادي المتراس. واضيف حاجه، ماتش غزل كفر الدوره اللي انا لعبته ده كان مع في القسم الثالث مع نجوم المتراس، هو ده اللي كان قصدي عليه ان هو صعب. يعني كنت بتلعب في الفريق الاول قسم ثالث. طب كويس والله. عن ده الموسم الماضي؟ الموسم اللي قبل الماضي. قبل الماضي يعني انت كان عندك كده 16 سنه 17 17 سنه. طب حاجه كويسه، 17 سنه وبتشارك في مباراه كاس مصر ومع الفريق الاول في مباراه القسم الثالث، دي حاجه برده كويسه ليك يا توني. كابتن محمد، المشاكل الفنيه بقى اللي انت عايز تعرضها بكل صراحه. طبعا. فورا عوده كاسونجو ورزاق سيسي. طبعا كلنا شفنا رزاق سيسي دلوقتي مع الاتحاد السكندري فارق جدا، يمكن هو نص فريق الاتحاد السكندري حاليا. تمام. انا مش عارف انا نادي الزمالك ازاي طلع اعاره لاعب زي ده اعاره وتم استقدام خالد بوطيب بامانه. انا مش ده واحد المفروض كان بديل اعلى من محمود كهربا وغيره في الطرف الشمال وبيلعب طرف يمين كمان، واحيانا ممكن يلعب راس حربه لانه عنده سرعه فائقه وبنيانه قوي جدا. تمام. بقول لحضرتك رقم واحد فورا عوده كاسونجو ورزاق سيسي، اللي عندنا مشكله في راس الحربه وعندنا مشكله في الجناح الشمال. تمام. ينقص الزمالك برضو لاعب مثل عمر جابر، لاعب جوكر اللي هو بيلعب لي باك رايت وباك ليفت وبيلعب ديفندر. تمام. احيانا ممكن يكون بديل لطارق حامد وبديل لفرجاني سيسكا. احنا بنقترح هذه الاسماء طبعا، لاعب جوكر. لا وانا عندي معلومات بان في تأكيدات ان عمر جابر في خط مفاوضات معاه وربما هو موافق على انه يجي نادي الزمالك في شهر يناير. اتمنى تمشي على خير يعني. تمام. ثالث حاجه رحيل خالد بوطيب، وطبعا النكازه اللي هي انا من وجهه نظري ان هي جت مصلحه نادي الزمالك. اتمنى بس ان تكمل على خير ويرحل. تمام. رابع حاجه التعاقد زي ما قلت لحضرتك مع ديفندر بقيمه لاعب يكون دولي ولاعب افريقيا مثل دونجا. تمام. ولو بابسط الحلول لو ما جاش هيكون مثلا لاعب زي محمد عبد العاطي لاعب وادي دجله. تمام. بس دونجا عنده خبرات افريقيه كويسه جدا ويفيد نادي الزمالك ولاعب شخصيه بطل وفاهم كويس جدا. تمام. خامس حاجه مساك، واتمنى يكون احمد ايمن منصور لانه برضو بيشغل لي مركزين الباك ليفت والسير باك. مساك انا بجيب لاعب ايه عارف دبل فيس. انا بلعب لي هنا وبيلعب هنا وبيلعب هنا بستخدمه اكتر في اكتر من كذا مركز. تمام. دي بقى اهم حاجات. اهم حاجه بقى اتمنى، انا كنت اتمنى قبل قدوم مستر كاترون ان تتم اسناد المهمه للكابتن اسامه نبيه. كابتن اسامه نبيه شخصيه قويه والله جداً. في ناس طالبت فعلا بقدوم الكابتن اسامه نبيه، ولكن انا مش عارف بصراحه الاجنبي على ما زال اساس نادي الزمالك وبهذه السرعه. انا مش في حمل دلوقتي انك تيجي تنزل لي 5 بونت عشان لسه بتعرف على اللعيبه. تمام. مش في حمل ان انا هفقد 3 بونت في الدوري عشان لسه بتعرف على اللعيبه. كان عندي ابني زي اسامه نبيه كان يقدر يلم الدنيا فترة كلها ويترجم الدنيا دي في اقل من مده ممكن تمام نشوفها يعني. كوانا قول لي بقى كده، يعني حابب تكون يعني بتحب لعب مين محليا وعالميا؟ محليا مين بقى؟ محليا امام عاشور، كابتن امام عاشور بحبه جدا يعني طريقه لعبه طبعا لعبه كويس. انت عايز زيه كده؟ طيب مين بقى عالميا؟ عشان زملكاوي ها؟ عشان امام عاشور زملكاوي برضه. زملكاوي بيتمرن في الزمالك. زملكاوي. تمام. عالميا بقى ميسي. ميسي ماشي، موهبة. نشوفوك كده زي ميسي كده يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا مباريات الناشئين عشان ما ننساش طبعا الناشئين، قطاع نادي مدينة نصر فريق مواليد 2002 يحقق فوز كبير على نادي الغابة ب8 أهداف، والفريق ينسحب بعد 60 دقيقة من زمن المباراة. طبعا أحرز اللاعب محمد الشلقاني، لعيب جيد جدا، لعيب مهاري، لعيب فيه مواصفات اللاعب الكامل، مهاجم جيد جدا يلعب بطريقة جيدة. أحرز بمفرده 4 أهداف. طبعا يدرب هذا الفريق الجيد الكابتن محمود حنفي مديرا فنيا، والكابتن محمد حسن مدربا عاما، والكابتن حاتم الجندي مدربا لحراس المرمى، وطبعا الكابتن توتو نجم نادي الترسانة الكبير هو مشرف هذا الفريق، والكابتن سلامة الضوي مدير إداري القطاع. وطبعا يحتل هذا الفريق المركز الثاني خلف نادي المقاولون العرب. طبعا فريق جيد جدا.
بالنسبه لمواليد 99 كان بيلاعب نادي اتحاد، كان بيلاعب نادي المصريه للاتصالات. طبعا انتهت المباراه بتعادل الفريقين، تقدم نادي مدينه نصر بهدف، ونادي المصريه للاتصالات يحرز هدف التعادل في الوقت في الدقيقه 4 من الوقت البدل الضائع. طبعا احرز هدف نادي مدينة نصر اللاعب طه محمد نجم الفريق. يدرب الفريق الكابتن أوتاكا السبكي مديرا فنيا، والكابتن أحمد عاشور مدربا عاما، والكابتن مصطفى جابر مدربا لحراس المرمى. ومشرف هذا الفريق أيضا الكابتن توتو، طبعا مشرف الشباب فريق 2099 كابتن توتو، وطبعا مدير إداري الكابتن سلامة الضوي. كابتن محمد او استاذ محمد، قبل ما نستأنف في النتائج الناشئين، في اخبار حصرية؟ هناك خبر الزمالك يدخل في مفاوضات مع كوليبالي. عارف كوليبالي مهاجم الاهلي السابق او اللي هو كان هيرب وبيلعب دلوقتي في النجم الساحلي التونسي. ده خبر حصري بالظبط، بس مستنيين راي مستر كارتيون الجديد ده، لسه هيسالوه في هذا الامر ويشوف رايه ايه، اذا كان موافق على هذا التعاقد فيتم اقتراحه ان شاء الله في شهر يناير القادم ان شاء الله. كوانا طبعا عايز اوجه قبل ما اختم معاك، عايز اوجه الفضل بعد ربنا لمين اللي واقف جنبك اللي ساندك في حياتك الكرويه؟ ابويا برضه. بابا؟ مفيش ماما؟ لا، ومامتي طبعا وعمتي وكله يعني طبعاً. كل الناس بتوجه الشكر لزمايلك. زمايلي طبعا نجم الفريق طبعا عندنا مواليد 2000 امير ومرعي ومحمد خالد ومحمود عاطف. ماشي، نذكر اسمهم بقى في الحلقه ان شاء الله القادمه اللي انت هتحضر فيها باذن الله. طبعا ما زلنا في اخبار ناشئين نادي مدينه نصر، يا ريت لو في صور لتلك الانديه نادي مدينه نصر نعرضوها. طبعا فوز فريق مواليد 2003 بنادي مدينه نصر على نادي ناصر بهدفين نظيفين في اطار بطوله دوري منطقه القاهره المؤهله لدوري قطاعات. طيب ماشي، ديت صور برضو قطاع النادي المصري فرع مطروح. طبعا يا ريت تجيبوا لنا بس الكابتن محمد كريم علشان رئيس لجنه مسابقات ناشئين فرع مطروح، عشان نقف على امتى هتبدا المسابقه ل فرق مطروح، لان في 4 فرق موجودين في القاهره هيلعبوا مجموعتهم في القاهره. طبعا دولت مدربين حراس مرمى، مدربين حراس مرمى نادي مدينه نصر الكابتن حادم الجندي اللي واخد مرحله الناشئين، والكابتن مصطفى جابر اللي واخد مرحله الشباب. طبعا الحمد لله افرزوا بعض حراس المرمى الجيدين، والحمد لله رب العالمين تم تصعيد اكثر من حارس مرمى للفريق الاول. طبعا ده نادي المصنع الحربي فريق مواليد 2002 بقياده الكابتن احمد علي والكابتن حسن عطيه مدربا عاما. طبعا الفريق صاعد لدوري القطاعات، طبعا كان عنده مباراه فاز فيها على نادي الحضره بنتيجه كبيره ايضا، وتم انسحاب الفريق بعد نصف ساعه من زمن المباراه. طبعا نجوم فريق ال 2002 شيكا وزيزو لاعبين جيدين جدا جدا جدا، من اللعيبه اللي لها مستقبل جيد. طبعا دول براعم او كتاكيد نادي مدينه نصر مواليد 2010، طبعا فازوا في مباراه دوري منطقه القاهره الف على نادي مصر للبترول ب5 اهداف نظيفه. حتى المدربين بتوع النادي الاهلي، لان بطوله البراعم مقامه على ملاعب النادي الاهلي، اثنوا على هذا الفريق ثناء حسنا، وطبعا ابهروا هؤلاء اللاعبين جميع مدربين الانديه الاخرى. فريق جيد جدا بيقوده الكابتن احمد حمد، وده اللاعب طبعا النجم الكبير حمزه وائل، لاعب مواليد 2011 بس اصغر واحد فيهم، بس لعيب جيد جدا. طبعا دي مباراه دمنهور ونادي المصري كوانا، تمام. بالنسبه لديت مباراه العاب دمنهور ونادي المصري فرع مطروح، دي مباراه وديه طبعا، مباراه جيده جدا بقياده الكابتن محمود درويش مديرا للقطاع، والكابتن حماده الجمل مساعدا
مدير القطاع. طبعا كابتن أسامة محمد، في اخبار جديده ولا خلاص كده؟ في خبر بس كده، ايه حصي برضه ولا ايه؟ والله بص، ده على مسؤوليتي انا، ان في وبطمن بجمهور الزمالك، في رجل اعمال كويتي هيدعم نادي الزمالك ب 12 مليون دولار في خلال المرحله القادمه. كويس، يعني ما شفناش الكلام ده على السوشيال ميديا ولا على الكلام ده، خبر طازه كده. انا بقول له ان شاء الله خلال يومين او ثلاثه بالكثير باذن الله. ان شاء الله اكيد يعني. رجل اعمال زملكاوي كبير جدا في دوله الكويت، هو كان حتى استضاف المستشار مرتضى في منزله امس، وباذن الله سيتم وضع 12 مليون دولار في خزنه نادي الزمالك قريب باذن الله. كويس، هيبقى في انتعاشه لنادي الزمالك باذن الله. في مفاجات كتير بس مش عايز حد يستعجل بس على الرد. عادي، لسه الزمالك فرقه تقيله جدا، ولكن بس هي محتاجه شويه استقرار زي ما قلت لحضرتك اللي اتكلمنا فيها، نعدل بس من الشق الاداري شويه. انا ما بقولش ان الشق الاداري بينهار، ولكن بس في بعض التعديلات نرجع للسابق اولها ونبدا في الكلام ده. تمام. نشوف التعديلات الفنيه بتاعتنا، نبدا نعدلها في شهر واحد وفقا لقائمتنا والكلام ده، وفقا لحالتنا الماديه، فاهمني؟ كل حاجه هتمشي على ما يرام، والزمالك قادر باذن الله على ان هو يعيد ترتيب حسابته ويتصدر مجموعته. وانا بقول لك من هنا، الزمالك باذن الله هيتصدر مجموعته في دوري الابطال، وهيكون على المسار الصحيح باذن الله في الدوري العام وفي مباراه كاس مصر بكره باذن الله، هيبلغ دور 32، وباذن الله دي البطوله المفضله لنادي الزمالك اللي مستحوذ عليها اخر 10 سنوات ان شاء الله سبحانه. توني، مش عايز توجه اي حاجه كده على الهوا كده قبل ما اختم معاك؟ كل الكلام قلته ده، احنا لسه في حلقه ان شاء الله يعني مطوله، عايزين نعرض الصور من اول ما تودي ماسك كوره لغايه بقى ما ربنا كرمك وتم تصعيدك بالفعل للفريق الاول. في صور وانت بتمر مع الفريق الاول لما الكابتن هاني العقبه تقريبا اللي تم اختيارك. طب دي برده كويسه. طيب هنطلع لتقرير. طبعا قبل ما نطلع للتقرير بشكر ضيوفي الكرام، الاستاذ محمد مجدي مراسل وصحفي بنادي الزمالك، واللاعب توني جورج الشهير بكوانا، لاعب مواليد 2000 بنادي العاب دمنهور. طبعا هنطلع لتقرير اكاديميه الحريف بالكريمات، يعني سافرنا ورحنا الكريمات واستضفنا في هذه الفقره الثانيه الكابتن دسوقي، الكابتن دسوقي السمان، طبعا هيكون معنا في الفقره الثانيه. طبعا سافرنا كريمات، شغل جيد جدا، براعم ممتازه، مدربين على اعلى مستوى، لقينا شكل جيد في هذه البلده الطيبه. هنطلع لهذا التقرير ونساب الضيوف الكرام الكابتن دسوقي السمان والكابتن حلمي علام. زميلي الاعلامي احمد فواز، يسعدنا ان يكون من قريه الكريمات النهارده معانا المدير الفني الكابتن دسوقي السمان، النهارده مدير فني اكاديميه الحريف. اهلا بك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك طبعا نحب نتعرف على نشاط الاكاديميه النهارده وتحب تقول للجميع. انا اولا حابب اشكركم جدا وبشكر الاعلامي الكبير الكابتن احمد فواز على تلبيه الدعوه والمسانده لهذه القريه ولهذه الاكاديميه. والله انا بادئ هنا اكاديميه الحريف من حوالي شهر ونص تقريبا، معايا كل الاعمار، وانت عارف ان كل الاعمار يعني بيبقى معاك 2005 ناقص عدد، معاك 2007 ناقص عدد، معاك 2002 ناقص عدد، معاك كل المواليد، بتحاول تجمعها مع بعضيها، وشغالين بقى لنا شهر ونص، لكن شايف في مجموعه كويسه، وخلال اخر الموسم دوت ان شاء الله هيكون في لعيبه في انديه ان شاء الله، وعندي اربعه رايحين نادي المقاولين، وعندي مجموعه رايحه برضو نادي مدينه نصر، كابتن احمد هناك هتلعب دور السوبر او دور مناطق القاهره على ملعب مدينه نصر وملعب النادي الاهلي. والله راي الكابتن النووي، يعني انا شفت شايف فيه شخصيه يعني محترمه جدا، ودايما العيل معاه يعني في قبول وفي تعامل بجد يعني كويس، وفي نفس الوقت انا لقيت ابني يعني راغب اللعب وعنده هوايه وكل حاجه، يعني الكابتن النووي يعني الحاجه اللي هي بتطلب يعني ايه رسومات، يعني رسومات حاجات بسيطه جدا، يعني خلى العيل عنده حماس، يعني الواد عندي ابني انا قبل ميعاد الماتش هلقاه عاوز يجي على الملعب. كفندم وشرفتنا والله النهارده باذن الله. كابتن نووي طبعا الف مبروك على الاكاديميه، ونحب نعرف بقى نشاط الاكاديميه وصل لغايه فين النهارده واهدافكم ايه من الاكاديميه.
والله الحمد لله. احنا طبعا انت عارف الكابتن دسوقي احنا من زمان الفكره دي مبنيها، فطبعا كلمت الكابتن دسوقي، عندنا مجموعه اولاد كويسين ان شاء الله مستقبلين يبقوا كويسين باذن الله، فكلمته والله. واحنا اهدافنا الحمد لله نطلع جيل كويس اخلاقيا اول حاجه، بنحاول ان احنا قبل ما نكون اكاديميه بنحط فيهم حته دينيا اخلاقيا تعليمك كل ده احنا بنحاول نوصله للولد الاولاد. فالحمد لله كابتن سوق جانا ولمينا الاولاد الحمد لله وجمعناهم، وباذن الله في بشرة خير ليهم ان احنا نوصلهم لمستوى كويس او نوصل بهم ان شاء الله يعني. مساء الاعلى محمد صلاح. طب محليا؟ حاليا فرجاني ساسي. انا لسه جديد في الاكاديميه، انا بلعب في مركز شباب الكدايه، حصلت على بطوله جمهوريه لمواليد 2003، لكن ما لقيتش في الامكانيات. جيت هنا مع كابتن سوقي اكاديميه الحريف، ومن ساعتها دينا بتدرب قديمنا شهر، وشايفين الاكاديميه بتبذل اكثر مجهود عندها. بتحب تعرف محمد احمد سعيد؟ نفسك تبقى زي مين؟ نفسي يكون زي محمد صلاح. مواليد 2012. احنا بنشكر الكابتن دسوقي على المجهود اللي هو بيعمله، راجل يعني. والله احنا في الاول لازم نشكر الكابتن دسوقي السمان، راجل كويس وراجل يعني جالنا من بعيد، يعني من مسافه بينه وبين النادي هنا وبين بلده مسافه كبيره جدا جدا، فهو يعني شكرا على اهتمامه جدا وشكرا ليه. وطبعا احنا لسه يعتبر اول يوم النهارده ان احنا نيجي، حتى محمد يسري واقف بره هو لسه برضه ما نزل. ورجعناكم مرة تانية. طبعا ده كان تقرير من مدينة الكريمات، طبعا أكاديمية الكابتن دسوقي السمان أو المسمى أكاديمية الحريف. طبعا لاعبين جيدين، لاعبين صغار براعم وناشئين. طبعا هذه الأكاديمية تقوم بأكمل وجه لطبعا تنفس الرياضة في هذه المدينة. طبعا انضم الي في هذه الفقره الكابتن دسوقي السمان، مدير اكاديميه الحريف. انا وسام كابتن دسوقي. اهلا حضرتك يا كابتن، ربنا يخليك. الله يخليك كابتن دسوقي. ومعايا ايضا ضيفي الكريم العزيز الكابتن حلمي هشام علام، لاعب نادي المقاولون السابق. انا وسام كابتن. ازيك يا كابتن حمدي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله دوري. حبيبي يا كابتن حلمي. طبعا في البدايه كابتن دسوقي، يعني شغل الاكاديميه بقى المدربين حاجه اللي هي بتشكل العجينه زي ما بنقول، اللي هو الواد البرعم الصغير، المدربين يعني المؤهلين. انا شايف من خلال التكتيك الفني والمهاري بتاع البراعم شغالين كويس، في نماذج كويسه في التدريب. احنا اول حاجه بس قبل ما نبدا في اي كلام بوجه الشكر لحضرتك طبعا وكل العاملين على اسره القناه. انت عارف تكوين وتصنيع اللاعب مش 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 سهل. ان انت تقدر تكون لاعب تصنعه من سن البراعم بالشكل المختلف بيفرق طبعا. اكيد طبعا. كل سن طبعا ليه برنامج معين للتدريب. 2001 غير 2002 غير 2003 غير طبعا. تفرق البرامج كل برنامج. العامل النفسي للمدرب مهم جدا قبل اي حاجه. العامل النفسي تمام. انت بتتعامل مع الولد بشكل نفسي كويس جدا. تمام. لان انت بتلاقي عيل شقي شويه، عيل هادي، عيل خجول، عيل بيفرق طبعا من اللاعب للاعب، ليست العقول متشابهه. فانت ازاي بيكون عندك القدره وازاي ان انت تقدر تفعل طريقه تفكيرك باحتراف بشكل محترف ان انت تاسس الولد تمام وتعاملك مع الولد. فانا شغال على حاجه اسمها مثلث التربيه. تمام. الاسره، التعليم، الرياضه. فلازم ان انا اكون حريص على الثلاث حاجات دولت، ان هو الولد يكون كويس في اسرته مع باباه ومع مامته. تمام. ازاي يكون مجتهد في التعليم، ما يسيبش بقى جانب الكوره جنب، لا ازاي يهتم بجانب التعليم زائد جنب الرياضه الكوره. لان الكوره انت حضرتك فاهم وكابتن قدير يعني فاهم انها بتنمو العقل وبتنشط الذاكره. اكيد طبعا. وتكوين وتصنيع اللاعب ما بيجيش من فراغ، بيجي طبعا بتعب وجهد ودراسه. لان طبعا. علم كره القدم ده علم، مش اي حد لعب كره بيمرن. صح صح. مش اي حد بينزل، لا ما ينفعش.
تمام. انت بتتعامل مع سن 2009، بتتعامل مع 2010، بتتعامل مع 11 و7 سنين و6 سنين و13. كل فئه لها قدرات معينه بالظبط كده. اه فبتفرق طبعا من حاجه لحاجه لحاجه، وطبعا ده بيرجع لقدرات المدرب. انا ما شاء الله معايا في الاكاديميه اللي انا رحتها مركز شباب وكريمات، انا رايح بقالي شهر ونص. ما كنتش متخيل العدد الكبير ده خالص. هي عدد 160 كويس، حاجه كويسه برضو، حاجه مفرحه، حاجه جيده يعني، حاجه كويسه للبلد يعني. معلش الرياضه في حاجه جديده داخله عليهم يعني، حاجه مميزه. انت عارف احمد بيه، انا لو اول ما رحت الكريمات كان عندي 10 جمل، لان فكره الناس اللي هي اللي بتنصب على الناس او الناس اللي بتشتغل بشكل مش كويس، كان في واحد قبل مني هناك واخد فلوس من الناس والكلام ده. فطبعا انا يعني لما انا رحت ما حدش كان يعرفني لسه شويه من الشباب وكده، فطبعا انا غني عن التعريف الحمد لله رب العالمين. تمام. بالنسبه للصف والاطفال للعياط الحمد لله تاريخي سابقني. تمام. الناس بدات تجي لي وبدات تشتغل معايا وبدات تشتغل بمصداقيه. خلي بالك انا يمكن انا باخد حاجه رمزيه في الاكاديميه 100 جنيه في الشهر، ويقول ايه تيم ما باخدش منه حاجه. انا اليتيم عندي ما باخدش منه حاجه خالص، ملعب فيه جور مدربين يعني، حاجه رمزيه لا تذكر. بسم الله ما شاء الله معايا الكابتن نبوي محمد، شغال معايا شغل جامد جدا. تمام. فاهم، عائل راسي. حاجه كويسه وحاجه مشرفه صراحه كابتن. الحمد لله الحمد لله. كابتن حلمي يقول لي كده بقى، طبعا الشرقيه غدا مع نادي الزمالك، انت توقعاتك للمباراه الاول عشان انت ابن الشرقيه؟ ماتش صعب جدا. صعب طبعا. اه طبعا. بس الشرقيه يعني النتائج في تغيير الجهاز، وكابتن محمد فايز كان اختيار اللعيبه في اول السنه ما كانش موافق خالص. تمام. في بعض اللعيبه نادي الشرقيه كبيره عليهم جدا طبعا. وبعد كده جه الكابتن مصطفى وجهازه. تمام. فالدنيا كانت صعبه شويه. تمام. طب توقعاتك لمباراه الغد؟ لا يعني توقعات اي حد هيشوف ان الزمالك ممكن يكسب بسهوله طبعا. طبعا صح. بس فكره ان الزمالك جاي من خسارتين ورا بعض. وفي تغيير جهاز فني، واول مباراه رسميه للجهاز الفني الجديد طبعا. والشرقيه بيلعب ما فيش ضغط عليه خالص، لان هو عارف ان هو مشرق يعني، هيشاره بس في الكاس بس هيلعب كده عادي يعني. تمام. كابتن دسوقي، بالنسبه للمراحل السنيه المختلفه الموجوده في الاكاديميه يعني، المراحل اذكرها لنا كده سريعا. المراحل المختلفه يعني مواليد كام؟ مواليد كام انت؟ ممكن بقى بتبدا من مواليد 2013 و2012. عندك السن الصغير ده؟ طبعا. تمام. يعني براعم، قطاع براعم. من 6 لغايه عندي تحت. عادي من 6 سنين طالع لحد الفريق الاول فري ستايل. طب كمان؟ طبعا. بس برضه مش غريبه الفريق الاول يبقى في اكاديميه ولا لا؟ مش في اكاديميه ولا بيمارس؟ مش اكاديميه. هو الراجل بيدور على فرصه فبيجي معايا بيشتغل معايا. تؤهله مثلا؟ باهله يعني. انا مثلا عندي لاعب اسمه ابراهيم حسن. ابراهيم حسن عايز اقول لك اتمرن معايا من 8 سنين. تمام. ما شاء الله هو مواليد 2003. ما شاء الله يعني عايز اقول لك يشيل فرقه. تمام. مش مجامله ولا بقول لك، لا يشيل فرقه. ولد باك ليفت شمال ما شاء الله. الله اكبر عليه، يشيل فرقه يشيل فرقه. طب كويس والله. في امثله الولد دوت انا ما سبتوش خالص. ولسه معايا لحد النهارده، ويمكن عايز اقول لك 15 12 اللي جا دوت فيه مفاجاه برده حلوه ليه. ويمكن انا عندي بفعل ناس كتير يعني، في ناس اللي هي الكبيره انا دلوقتي عاوز اقدمهم في درجه يعني درجه رابعه درجه ثالثه، مش هيفرق معايا. تمام. على قد ما يفرق معايا مستوى اللعب وتقييمه، لان انت في الريف بيفرق. انت في الريف ما بيساعدكش الجو، ما بيساعدكش. صح. الامكانيات ما بتساعدش زي القاهره هنا. انا لما ابدا مثلا واحد يجي لي 19 سنه 18 سنه، طب انا هقول له روح؟ لا، بشتغل معاه وبعد كده انا ممكن اقدم له في نادي مدينه نصر. نادي مدينه نصر ارضياته كويسه جدا، امكانياته كويسه جدا، منظومه على اجمل وجه كويسه. تمام. جدا. فاللاعب هنا بيشتغل وبيجتهد، انا بعمل اللي عليا والباقي على ايه؟ عليه هو. اكيد طبعا. طيب معانا الاستاذ محسن عبد الحليم، مراسلنا من محافظه الاسماعيليه. اهلا وسهلا استاذ محسن. استاذ احمد، مساء الخير استاذ احمد، وبرحب بضيوف حضرتك الكرام. المجموعه السابعه طبعا تضم محافظات الشرقيه والاسماعيليه؟ لا، الاسماعيليه والسويس ودمياط. اسماعيليه سويس دمياط. طب سريعا نتائجها يا استاذ محسن. نتائج الاسبوع الثامن يا استاذ احمد للمجموعه السابعه اصبحت عن فوز غزل دمياط على النوبه بملعبه 1-0. تمام. رأس البر بقيادة قيادة فنية جديدة للكابتن عبد المنعم بدران نجم غزل دمياط السابق 2-0 على ميت الخولي. بلدية الإسماعيلية تعادل سلبيا بدون أهداف مع غزل السويس على ملعبه. تمام. كهرباء الإسماعيلية تعادل مع الشهداء 1-1. تمام. سماد السويس فاز على بوشحاتة 1-0، ودي الهزيمة الرابعة لفريق أبو شحاتة على التوالي. تمام.
طيب مين متصدر هذه المجموعه استاذ محسن؟ متصدر المجموعه استاذ احمد فريق بورتو المركز الاول 19 نقطه، يليه الثاني بورفؤاد 18 نقطه، تمام، سماد السويس الثالث 15 نقطه، الرابع غزل دمياط. في تغيير في الاجهزه الفنيه لتلك الفرق لفرق هذه المجموعه يا استاذ محسن؟ في انديه غيرت الاجهزه الفنيه لسوء النتائج. امثال بس بلديه الاسماعيليه تعاقد مع الكابتن حسين عبد المنعم، تمام، مدير فني جديد. ابو الصوير تعاقد مع الكابتن عادل شكوكو، تمام، الشهداء تعاقد مع الكابتن جمال البحيري. الانديه دي تعاقد مع مدربين في لسوء النتائج. تمام، شكرا جزيلا استاذ محسن عبد الحليم مراسل البرنامج من محافظه الاسماعيليه. كابتن حلمي قول لي كده، بالنسبه هل فريق الشرقيه تم تصعيد فعلا زي ما سمعنا ناشئين لتلك المبادره الزمنيه؟ في لعيبه كتير اتصعدت، في زياد ما شاء الله لعيب كويس جدا، والكابتن مصطفى دفع بيه المباراه اللي فاتت، تمام، وكان في لعيبه من السنه اللي فاتت، فلا فالجهاز الفني جه ادى ثقه لكل الناس، تمام، وجهاز فني محترم قوي، كابتن مصطفى مزيكا والكابتن ناصر عبد الغني والكابتن رضوان. لا ان شاء الله انجاز كويس ان شاء الله كده، لا ان شاء الله بكره هنشوف ماتش كويس جدا، يعني بعيدا عن النتيجه هي ايه، يعني طبعا احنا عارفين النتيجه هتبقى معظمك مش محتاج بقى خبطات ثانيه من فريق درجه ثالثه، معلش محترم الشرقيه يعني تبقى كارثه. كل شيء وارد يا كابتن في اكيد طبعا، والشرقيه طبعا من الفرق الممتازه جدا طبعا، ولها طبعا يعني الكيان الكبير طبعا نادي الشرقيه حاجه كبيره، يعني اغلبيه لعيبه الكره في مصر 90% من الشرقيه، يعني طول عمرها ولاده باللاعبين الجيدين. طيب برضه مش عايز اقول لك توقعات الزمالك هيكسب يكسب كام؟ طيب ما اظنش انت زملكاوي شرقاوي بقى الاثنين الاثنين بس اتمنى اتمنى الزمالك برضه يفوق، اتمنى الشرقيه يفوق برضه، طبعا الشرقيه يفوق طبعا عشان ان شاء الله يصعدوا وان شاء الله هم هيصعدوا باذن الله في الدوري، بتكلم على الدوري طبعا تمام. فربنا يوفقهم ان شاء الله بكره ان شاء الله. كابتن سريعا كده بالنسبه لاكاديميه الحريف، بالنسبه لافضل المدربين بقى لو عايزين برضه ما نبخسوش حق حد، اسماء المدربين الموجودين اللي هم الاكفاء عندك في الاكاديميه؟ عند الكابتن النبوي كفاءة عالية جدا، مرن في أندية سابقة ولا؟ لا هو اشتغل معايا بأكاديمية اشتغل معايا وبيستفاد معايا، وهو إنسان خلوق جدا وعنده القدرة وعنده التحمل، إزاي بتحمل تمام كل الأعمار يعني. كان بجري مع مجدي عبد الرحمن مدرب حراس مرمى إن شاء الله، يعني لأن أنا عندي أربع حراس على مستوى كويس منهم 2004 كويس جدا الولد دوت، هيلا كابتن هودي مدينه نصر تحب تتفرج عليها، تمام، يعني ابراهيم حسن 2003 ابراهيم حسن ده شيل فرقه، 2004 اسمه عشان الاسماء انا بص انا مش عاوز انسى اسامي كتير عندي في فيه ده، نقوله اسماء المميزين برضه ده حقهم. انا عندي بسم الله ما شاء الله ناس، تمام، انا عندي احمد سعودي وعندي سعيد حارس مرمى ده ممتاز جدا، عندنا احمد ده سرد باك رهيب شيل برضه فرقه، انت بتتكلم في مواليد 2004 تمام، انت عندي اكتر من لاعب مميز بصراحه كتير يعني. طيب نستعرض برضو صور قطاعي الناشئين بنادي مدينه نصر ونادي المصنع الحربي وكذلك برضو نادي المصري فرع مطروح، طبعا دي مباراه نادي ال ده في الاكاديميه في الاكاديميه بتاعه الكابتن، دي صور الاكاديميه الموجوده عندي تمام ماشي قبل ما اروح تمام، ده حمزه ابني في المقاولين العرب في المقاولين حمزه كابتن زمزم اختاره ادن وزع عوان بقى مواليد 2005 تمام، دولت اللي كانوا عندنا نجوم الاهلي المنتخب منتخب متحت عبد الهادي وشادي محمد وكانوا عندنا في قطفيح تمام، كانوا في نهائي دوري عندنا كابتن سمير عثمان كابتن عبد الستار صبري كان كلمنا قبلها قبل ما يجي بيوم تمام، كابتن رضا عبد العال اهو سمير عثمان طب كويس والله عندي حاجه كويسه برضه، كانوا على نفس الملعب ده ملعب جيد والله، ده ملعب دي بقى كفر دي كفر الواصلين ده نادي النصر شغال فيه ده مواليد 2007 محمد زكي، حاجه جيده وحاجه كويسه والله دي حاجه مميزه بالنسبه لاكاديميه الحريف، دي كانت البدايه دي برضو عندي على الملعب بتاعي، يعني انت عندك سعد ده الترنج ده سعد احمد كاسب لسه، انا عايز اقول لك تتكلم في ست اكرامي برضو ست سنين موجود، كابتن اكرامي كنت عامل مباراه مع الاهلي هناك وتعادل كويس والله، يعني انت بتلعب بحاول بجري ولا بروح ده نادي النصر مواليد 2007 تمام،
دي شوف يعني ده السن صغير قد ايه. يعني ده كان في 2015 كابتن عبد الستار صدر طبعا حبيبي محترم. طبعا كابتن عبد الستار طبعا عشان حبيبي كابتن عبد الستار حبيبك طبعا ده برضه سنه صغير عنده بيلعب في مدينه نصر خلي بالك كده عبد الستار صبري وحسين الشحات واحمد حسام ميدو لعبوا في نادي مدينه نصر ايوه طبعا نادي مدينه نصر غني عن التعريف اكيد طبعا الامكانيات اكيد طبعا طبعا ما ننساش برضه الناشئين نادي الزمالك الصاعدين كابتن حلمي في مباراه الغد هل فعلا في ناشئين هو في الفتره الاخيره اللي هي في ميتشو قبل ما يمشي كان صعد 4 لعيبه تمام أميزهم كان يوسف أيمن عبد العزيز ابن كابتن أيمن عبد العزيز طبعا مواليد 2002 لعيب كويس جدا جدا خط وسط يعني مجمع مهارة كابتن أمير وقوة الكابتن أيمن فلعيب كويس جدا فدي كانت أحسن حاجة يعني ميتش ممكن يكون عملها يعني تمام طيب عشان بس نتيجة نتائج مباريات نادي المصنع الحربي بمدينة الإسكندرية طبعا فوز فريق مواليد 2005 على نظير النادي الصيد بخماسية نظيفة نادي الصيد السكندري طبعا في على ملعب نادي الصيد بقيادة الكابتن أحمد قاقا المدير الفني والكابتن محمد سالم مدربا عاما والكابتن أسامة عبد الحميد مدرب حراس المرمى وطبعا المدير الإداري لقطاع الناشئين الكابتن جمال شلبي والمشرف العام الكابتن محمود ترك وطبعا نتيجة جيدة لفريق مواليد 2005 طبعا مواليد 2002 ينفرد بصدارة المجموعة بعد فوزه الكبير على نادي الحضرة بثمانية أهداف نظيفة بيدرب طبعا الفريق هذا الفريق الكابتن أحمد علي وطبعا انسحب الفريق الحضرة أمام النادي زي ما انسحب نادي فارس المباراة السابقة طبعا أول فريق صاعد لدوري القطاعات فريق مواليد 2002 طبعا القسم الرابع بدأ بمحافظة الأسكندرية وفي مباراة مهمة جدا إن شاء الله يوم الجمعة القادم مباراة نادي المصنع الحربي الفريق الأول بقيادة الكابتن حمادة البرنس المدير الفني مع نادي المنتزه في المدينة الشبابية بأبو قير بالأسكندرية طبعا وغدا إن شاء الله القرعة في منطقة القاهرة قرعة مسابقة القسم الرابع في تمام الساعة 12:00 ظهر غد إن شاء الله طبعا كلنا في انتظار مباراة القسم الرابع اسكندرية أول محافظة على مستوى الجمهورية تبدأ طبعا مجهود جيد من الحاج عامر حسين رئيس المنطقة وكذلك الكابتن حسن اسماعيل وغدا ان شاء الله باذن الله زي ما اشرت قرعه مباريات القسم الرابع وعمل الجداول في منطقه القاهره. كابتن دسوقي في حاجه قبل ما تختم كده عايز توجه الشكر لحد كده؟ انا بس عاوز اوصل رساله لاولياء الامور اتفضل بالنسبه لكل الدنيا ما تستعجلوش في موضوع اي حد يضحك عليكم في موضوع مصاريفه وتعالوا روح انديه والكلام ده تمام. انا احكي لك موقف يا كابتن احمد يمكن صعب شويه انا فجاه جالي تليفون كابتن عايزين نشرب معاك الشاي طب سريعا عشان نبص الشاي فقولي بسرعه المهم احنا عايزين نودي الولد نادي نصر معلم في 90000 جنيه 90000 جنيه لا الراجل ده احنا فلاح. ان شاء الله في حلقه الراجل ده فلاح وفقير لدرجه انه باع يعني اسف لفظ الجاموسه بس بقى برضه مبلغ 9000 جنيه كتير ولكن 90000 والله الله العظيم في الاسماعيلي كبير قوي ليه طيب حرام والله يا كابتن زي بكلمك ان شاء الله يبقى في لنا حلقه باذن الله نتكلم عن قضايا النصب المقنن لان طبعا بقى التجاره دي مهمة مش عارف والله الواحد يقول ايه لا احمد دي مهمه لان ولكن عشان برضه الناس تكون فاهمه في مستثمرين بقى ياخدوا مقابل مادي ومقابل مادي رمزي نظير قيد اللاعب نظير مباريات تعبوا في الموضوع دوت دي حاجه حقيقيه طب حابب توجه رسالة أخيرة كده قبل ما نختم لا لكابتن مصطفى مزيكا بكرة مباراة الشرقية وربنا يكرمهم إن شاء الله وللشرقية فيها بعض اللعيبة إن شاء الله هنشوفهم في أندية ممتاز إن كان علي جنايني أو محمود أنيس توسن أو كريم سمير وكيكا لا لعيبة كويسة جدا إن شاء وعبد الغني ربنا يوفقهم إن شاء الله طبعا بحب أشكر ضيوف الكرام وطبعا ما تنسوناش برنامج ملاعب بلدنا في تمام الساعة 9:00 من مساء كل يوم الثلاثاء إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته